بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي، أقدم لكم الدرس التاسع في مادة التاريخ بعنوان الاكتشافات الجغرافية. أهداف هذا الدرس ثلاثة أهداف كما تلاحظون. الهدف الأول أن تتعرفوا على دوافع الاكتشافات الجغرافية والعوامل التي ساعدت عليها. الهدف الثاني التعرف على أهم الرحلات الاستكشافية، و الهدف الثالث التعرف على بعض النتائج التي ترتبت عن الاكتشافات الجغرافية. إذن فيما يخص الإطار التاريخي للدرس، إذن أدعوكم لقراءة هذا التمهيد. قام الأوروبيون خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين برحلات استكشافية امتدت إلى كثير من القارات. إذن بالتمعن في هذه الفقرة يجب علينا أن نحدد الإطار التاريخي للدرس. ما هو الإطار التاريخي للدرس؟ إذن هو عبارة عن ثلاث عناصر. الأول هو تحديد الزمن. إذن الزمن ما هو؟ إذن نبحث عن الكلمة هنا أو العبارة التي تفيد الزمن. إذن العبارة هي قرنين الخامس عشر والسادس عشر. هذا إذن هو الإطار الزمني للدرس. فيما يخص المكان نأخذه من العبارة التالية: قام الأوروبيون، بمعنى أن المكان هو أوروبا. الموضوع بطبيعة الحال هو الاكتشافات الجغرافية. ما هي الاكتشافات الجغرافية؟ نستخلص لها تعريف أيضا من خلال هذا التمهيد. ما هي الاكتشافات؟ هي عبارة عن رحلات استكشافية امتدت إلى كثير من القارات، قام بها من الأوروبيون متى؟ في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. إذن لنصوغ مقدمتنا على هذا الشكل فنقول: الاكتشافات الجغرافية هي رحلات بحرية قام بها الأوروبيون خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، فما هي دوافعها والعوامل التي ساعدت عليها وما هي نتائجها؟ ننتقل إلى النشاط الأول. النشاط الأول سنخصصه للتعرف على الدوافع، بمعنى العوامل الأسباب التي أدت إلى الاكتشافات الجغرافية، وفي الفقرة الثانية نتحدث عن العوامل المساعدة. إذن أدعوكم الآن إلى أن تتبعوا معي قراءة هذا النص. النص مقتطف من رسالة كريستوف كولومب إلى ملك إسبانيا. إذن من خلال هذا السطر الأول إذن نعرف نوع النص، هو عبارة عن رسالة. صاحب الرسالة هو كريستوف كولومب، وهذا من أشهر الرحالين المستكشفين كما سنعرف بعد قليل. وجه هذه الرسالة إلى من؟ إلى ملك إسبانيا. إذن يقول في رسالته: أكتب إليكم سيدي وأنا أتوقع الفرحة الكبرى التي ستغمركم عندما ستعلمون أن الله قد منح انتصارا كبيرا لسفري، سفري بمقصود به رحلتي الاستكشافية، بعد 33 يوما. يعني مدة الرحلة التي قضاها كريستوف كولومبوس في هذه الرحلة الاستكشافية 33 يوما. وصلت إلى بلاد الهند. يخبر الملك الإسباني بأنه وصل إلى بلاد الهند. عثرت هنا، عثرت بمعنى وجدت في هذه المنطقة التي استكشفها، عثرت على ماذا؟ على جزر عديدة اتخذتها ملكا لنا. يعني منذ ذلك الوقت إذن أصبحت تلك الجزر ملكا لإسبانيا. إذا قدمت لي المساعدات، هنا يطلب كريستوف كولومبوس من ملك إسبانيا أن يقدم له المساعدات اللازمة، فإني سأقدم لصاحبي الجلالة، ويقصد هنا بصاحبي الجلالة إذن ملك إسبانيا وزوجته، ما يحتاجان من ذهب، إذن سيرسل إليهم الذهب، وما يرغبان فيه من التوابل والقطن الذي تبيعه البندقية. البندقية هي مدينة إيطالية، بالأثمان التي تريد، كما يمكن أن نحصل على ما نشاء من الرقيق، والرقيق بمعنى العبيد، من بين هؤلاء الوثنيين. يعني الوثنيين بالنسبة لكريستوف كولومبوس هو غير المسيحيين الذين لا يعتنقون الدين المسيحي. إذن الرسالة مؤرخة في 14 فبراير 1493 ميلادية.
إذن بعد قراءتنا لهذا النص، إذن نطرح السؤال الأول: حدد المنطقة التي كان الأوروبيون يريدون الوصول إليها. إذن هنا وضعت سطرًا في السؤال ووضعت سطرًا في النص لأسهل عليكم اكتشاف هذه المنطقة. إذن فالمنطقة التي كان الأوروبيون يرغبون في الوصول إليها هي بلاد الهند، وبالتالي فمن الدوافع إذن هو الوصول رغبة الأوروبيين في الوصول إلى بلاد الهند. هذا يعني السؤال الأول. السؤال الثاني: استخرج الدوافع الاقتصادية. يعني الوصول إلى بلاد الهند لم يكن بهدف الاستجمام، بل كان له هدف اقتصادي. ما هو هذا الهدف؟ إذن لاحظوا هنا كتبوا باللون الأزرق، وهنا أيضا وضعت كلمات بالأزرق في النص لأسهل عليكم معرفة الجواب. فالهدف الاقتصادي يتمثل في البحث عن التوابل، مواد التوابل، ثم القطن، التوابل والقطن، وأيضا الذهب. إذن الذهب ما يسمى به المعادن الثمينة، ثم أيضا هذه أيضا مواد ثمينة وإن ليست معادن ولكنها ذات قيمة مرتفعة. هذا إذن هو الدافع الاقتصادي الأول، البحث عن الذهب والتوابل والقطن. إذن هنا أطرح سؤالا آخر: هذه البضائع كانت تصل إلى أوروبا قبل القرنين 15 و16، ولكن من كان يتحكم في وصول هذه البضائع إلى أوروبا؟ إذن كانت نعود إلى النص الذي تبعه البندقية، يعني أن تجار البندقية، التجار الإيطاليون، هم الذين كانوا عبارة عن وسيط بين أوروبا وبلاد الهند وشرق آسيا. إذن كان الإيطاليون والمسلمون أيضا يقومون بدور الوسيط التجاري، وهذه العملية كانت تجعل أثمان هذه المواد، يعني الذهب والتوابل والقطن ومواد أخرى، إذن تصل إلى أوروبا بعد أن يرتفع ثمنها وتقلص من أرباحهم من تجارة هذه المواد. لذلك أرادوا البحث عن طريق يوصلهم إلى مصدر الحصول على هذه المواد، وبالتالي تجاوز الوساطة الإيطالية والوساطة الإسلامية. هذا إذن هو الدافع الاقتصادي التاني. إذن دافعين، ألخص: دافعين، أولا البحث على هذه المواد، وثانيا تجاوز الوساطتين العربية الإسلامية والإيطالية. السؤال الثالث: استخرج الدوافع الدينية. إذن أيضا للاكتشافات سبب ديني أو دافع ديني. من أين سنستخلص الدوافع الدينية؟ إذن كتبت هنا بالأحمر ووضعت هنا أيضا كلمة بالأحمر، إذن كلمة الوثنيين. قلت قبل قليل عند قراءة النص أن الوثنيين يقصد بهم غير المسيحيين، وبالتالي فالأوروبيون كانوا يرغبون في نشر الديانة المسيحية في المناطق التي سيستكشفونها. طبيعة الحال كيبقى الهدف الدافع الأساسي هو الاقتصادي، وهذا فقط يعني يكون هدف ثاني هو نشر المسيحية. هذه إذن هي الدوافع الأساسية، هناك دوافع اقتصادية وهناك دوافع دينية. إذن كخلاصة لهذا النشاط الأول، إذن أول كبيرة دوافع الاكتشاف الجغرافية والعوامل التي ساعدت عليها. إذن عندنا فقرة الدوافع، أولها رغبة الأوروبيين في الوصول إلى الهند لجلب التوابل والحرير والذهب، ثم تجاوز الوساطة التجارية الإيطالية والإسلامية، والرغبة في نشر المسيح. هذه الخلاصة باختصار التي يمكنكم كتابتها في دفاتر. النشاط الثاني سنتعرف فيه عن العوامل المساعدة على نجاح الاكتشافات الجغرافية. قلت في التعريف أن الاكتشافات هي عبارة عن رحلات طويلة في يعني بحار العالم، في أخطر البحار، إذا فلا بد من وسائل مساعدة على ذلك. إذا أدعوكم الآن إلى ملاحظة هذه الوثيقة. إذن ماذا نلاحظ في هذه الوثيقة؟ بعض الاختراعات الملاحية بين القرنين 13 و16 الميلادي. الصورة الأولى هي عبارة عن خريطة، الصورة الثانية هي عبارة عن سفينة الكارافيلا، والصورة الثالثة هي عبارة عن جهاز أسطرلاب. إذن ما هو دور هذه الوسائل؟ الذي ساعد الأوروبيين على القيام بالاكتشافات الجغرافية هو تطور علم الخرائط. إذا أصبحت الخرائط التي ترسم في القرن 15 و16 أكثر دقة من الخرائط السابقة، وهذا يعني أصبح بإمكان المسافر أن يعرف بدقة المكان الذي يصل إليه. ثم أيضا هناك تطور في وسائل النقل. إذا هذا التطور تجلى في ظهور هذه السفينة، سفينة الكارافيلا،
وهي سفينة كانت في ذلك الوقت تعتبر أكثر تطوراً، لا من حيث السرعة ولا من حيث الحمولة. ثم جهاز آخر هو جهاز الأسطرلاب. هذا الجهاز هو يعني آلة فلكية كان يستعملها البحارة لمعرفة الوقت، إذن هي كانت عبارة عن ساعة، وفي نفس الوقت إذن تحدد المواقع، تحدد المواقع وأيضا المواقع سواء بالنسبة على الأرض أو أيضا مواقع النجوم والكواكب لمعرفة أيضا الطول. ثم أيضا هناك وسيلة أخرى مشابهة قريبا للأسترلاب هي البوصلة التي تحدد الاتجاهات. هذه إذن هي العوامل التي ساعدت الأوروبيين على القيام بالرحلات الاستكشافية. إذن خلاصة للنشاط الثاني، إذن العوامل المساعدة، الأول العامل الأول هو تطور وسائل النقل مثل ظهور سفينة الكارابيلا، العامل الثاني هو تطور رسم الخرائط، والعامل الثالث هو استعمال تقنيات جديدة كالأسطرلاب ولتحديد مواقع النجوم والوقت، والبوصلة هي لتحديد الاتجاه. إذن في ختام هذا النشاط أدعوكم إلى تقويم معلوماتكم بالإجابة على هذه الأسئلة. عرف الاكتشافات الجغرافية، ثم ما هي دوافع الاكتشافات الجغرافية، إذن ثلاثة ديال العوامل، ثم ما هي العوامل التي ساعدت عليها. وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من درس الاكتشافات الجغرافية. سنلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني لنتحدث عن نتائج الاكتشافات الجغرافية.